الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على استحباب الاجتماع على وليمة السحور، وأنه لا ينبغي أن يتسحر أهل البيت قزعا، كل واحد يتسحر لوحده، فهذا من الحرمان، فإن الاجتماع على الطعام موجب للبركة، موجب للبركة. وأما أحوالنا في هذا الزمان فالمشتكى فيها إلى الله، فإن قليلا من العوائل ما تجتمع على السحور إلا من كانوا متمسكين بتلك العادة الطيبة.